تعالوا بقى نروح معاكم او نكمل معاكم الكلام والحديث عن هذه البطوله اللي في غايه الاهميه، البطوله العريقه العظيمه، بطوله كاس مصر ونهائي بطوله كاس مصر اللي هيكون بيجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك على ملعب الاول بارك في المملكه العربيه السعوديه تحديدا في الرياض. تعالوا نوصل للتصريحات والتعليقات الخاصه باللقاء ده او اللي بتتكلم عن اللقاء ده، وخلينا نبتدي مع صالح جمعه لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب الدوري السعودي الحالي اللي اتكلم وقال عفوا الدوري العراقي الحالي اللي اتكلم وقال ان هو بيدعم نادي الزمالك من وقت ما لعب شقيقه للفريق الابيض. قال صالح جمعه: كنت بحن لنادي الزمالك بسبب عبد الله جمعه، اي مكان هيتواجد فيه اكيد هدعمه. لما كان موجود في نادي الزمالك كنت دايما في ظهره وكنت دايما بدعمه، وطبعا كنت بحن للنادي في وجوده. وقال كمان: زعلت من الطريقه اللي رحل بيها عبد الله جمعه، لان هو ما كانش يستاهل ان هو يمشي بالطريقه دي. واتكلم برضه وقال: اتوقع ان هو هيتالق او ان يتالق من النادي الاهلي، اتوقع ان النادي الاهلي هيكون متالق في مباراه القمه. حسين الشحات كمان هيكون متالق، كهربا هيكون متالق، امام عاشور. وقال كمان ان كهربا هو اخطر واهم مهاجم في مصر في الوقت الحالي. قال كمان ان هو بيتابع خبر عبد الله السعيد، خبر انتقال عبد الله السعيد وخبرته الكبيره جدا، وزيزو كمان وعمر جابر، اكيد دي هتفيد نادي الزمالك. واكد كمان ان نادي الزمالك عنده لعيبه مميزه جدا ومزيج ما بين الخبرات وما بين الشباب، وده اكيد هيكون بيفرق مع نادي الزمالك. كمان قال احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك: في لوائح وهتكون في جايزه اكبر، محتاجين ان احنا نكسب ونفوز بكاس مصر. مجلس الاداره وضع كل الحوافز الممكنه للاعبين ومش هنبخل عليهم. وقال كمان ان كل اللعيبه حصلوا على مقدم التعاقد بتاعهم بلا استثناء، وخلاص انهوا كل مستحقات الموسم اللي فات، وتوقع فوز نادي الزمالك باذن الله على النادي الاهلي، وده هو الهدف بتاعنا. وكمان اتكلم وقال ان جوميز بيعقد جلسات بشكل فردي وجماعي مع اللعيبه. حسين لبيب كمان عقد جلسه مع اللعيبه عشان يحفزهم، والكل اكيد عارف كويس اهميه اللقاء ده.